عاجبة بالبندورة حتكون بالصلصة، هما التنتين حيكونوا محشيين، حنحشيهم كفتة وبصل، بس وجبة حنعملها مع الطحينة والبندورة، ووجبة حنعملها مع اللبن إن شاء الله. بسم الله، هلأ نحط البصل. مع الزيت. تفضلي. دائما نستخدم قليل من الزيت، دائما ما نستخدم زيوت كتير. هليت البصل دبل، يعني مش لازم خلي احمر كتير لانه لسه حيتسكوا مع الكفتة. حندير الكفتة المفرومة. هليت نحط ملح وفلفل اسمر، يعني شوية فلفل اسمر وشوية ملح، هذا الملح صحي، ملح الهيمالايا. عملت جنب رز عشان ما اطول عليكم بالفيديو، وعملت صحن، انا كل صحن رز له صحنين مية، وبسيط جدا، يعني انتو في امكانكم تعملوا اي نوع رز اللي بدكم اياه. بكفي هيك استوى وكتير منيح. هليت بدنا نحشي، بس انتو لما تعملوه الافضل تخلوه يبرد شوية للحشي. بدنا نحشي هاي الحبة، لازم تكون ملانة، لازم تكون ملانة على الاخر، غير عن المحشي. المحشي هذاك لما يكون في رز لازم يكون يعني قليل، ما لازم يكون، لانه الرز حيضاعف حجمه. قلناها والزيت حاول ما تحطوش زيت كثير، لو نضيف عليكم زيت توضعه. ما علينا قليل من الزيت. بعد ما علينا الكبسه بدنا نعمل الخطوه الاولى بالصلصه، الطحينه والبندوره. بدنا نحط تقريبا 3 كوب ماء. هاي بدي احط مية، بعد ما حطيت المية بحط الصلصة، معلقتين كبار صلصة. انا رفعت شوية من الكفتة مع البصل، حط شوية بالصلصة بديها طعم، يعني هيك بديها طعم اطيب، يعني من نفس الخلطة اللي احنا عملناها، البصل سلفحناه، البصل مع الكفتة، ملح، فلفل اسمر. في بحطوا بس البصل، بس عشان حبينا نكون طعم، نعزز الطعم اكثر. بعدين نحط ملح، رشه ملح، فلفل اسمر، رشه ملح، رشه اول فلفل اسمر، بعدين رشه ملح. حطينا احنا البندوره، بعدين بنحط معلقتين طحينه. الطحينة بتديها بس بالطحينة أطيب، يعني طعمها بكون أطيب. نحركها شوية الطحينة مع الصلصة تصير كتير طيبة. هاي بنحط معها نص ايش حبات الكوسة، لأنه حنعمل باللبن، نصه باللبن ونصه بالطحينة. كتير بكون طيب هيك، يعني هيك اصبح شوية. هيك بنسيبه شويه يغلي له غلوتين، هيك بكون جاهز للتقديم. هيك بنعمل باللبن. بسم الله، هلا بنحط كوبايتين ميه، 2 كوب ماء، وبنوضع اللبن، كوب لبن، لبن زبادي، لبن زبادي بقولوا اليمن، اللبن اليوناني. الأشقاء بمصر بيقولوا عن اللبن اللي هو حليب، بيقولوا عنه لبن، لكن هو احنا بنحكي عن الزبادي، لبن بنحكي عنه. على قد الكمية الصغيرة، يعني أنا عملت كوب لبن مع كوبايتين مية، وبعدين بنحط عليهم معلقة نشا كبيرة. أنا بدي أحط بالمعلقة صغيرة واحدة، يعني معلقة نشا كبيرة أو تنتين صغار. تنتين. نحرك بهذا عشان يذوب أسرع. ممكن تحطوا ملح او ماجي حسب، بس اللبن عشان ما في شيء دسمه زي مرقه لحمه او مرقه دجاج او خضار. انا حطيت مي عشان بدي احط ماجي. ممكن انتم تحطوا بدل المي تحطوا مرقه دجاج لو كان عندكم من قبل، او مرقه لحمه، اختيار. ممكن نحط ملح لانه بدل الماجي، بيدي طعم. لما يقرب يغلي بنوضع
نسقط حبات الكوسة. بنوضع الكوسة عندما يقرب يغلي، خلي ربع ساعة. هاي الأكلة كتير طيبة، ممكن تستخدموها للعزايم، ممكن تستخدموها برمضان، انتو يعني اللي بتحبوه، امتى ما بدكم بتعملوا هذه الأكلة كتير بتشهي يعني، وإن شاء الله حتعجبكم الأكلة وادعولنا. بس خد ما حصل صد. كيف عجبك؟ روعة. في أمان الله، انتظرونا بفيديوهات جديدة.